بكم في أعلى قناة سامبلي مروكان. اليوم سنتكلم عن فوائد الزنجبيل والأمراض التي يعالجها. أولاً، الزنجبيل يحافظ على صحة فمك. قد تساعد قوة الزنجبيل المضادة للبكتيريا على تفتيح ابتسامتك. المركبات النشيطة في الزنجبيل والتي تسمى جنجيرول تمنع نمو البكتيريا في الفم. ثانياً يهدئ الغثيان. قد تكون حكاية الزوجات العجائز صحيحة. يساعد الزنجبيل إذا كنت تحاول تهدئة معدة مضطربة خاصة أثناء الحمل. قد يعمل عن طريق تفتيت الغازات المتراكمة في الأمعاء والتخلص منها، وقد يساعد أيضا في تهدئة دوار البحر أو الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي. ثالثا، يهدئ التهاب العضلات. لن يزيل الزنجبيل العضلات آلام العضلات على الفور، لكنه قد يهدئ الألم بمرور الوقت. في بعض الدراسات كانت الأشخاص الذين يعانون من الآلام في العضلات من ممارسة الرياضة والذين تناولوا الزنجبيل يعانون من ألم أقل في اليوم التالي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. رابعاً، يخفف من أعراض التهاب المفاصل. الزنجبيل مضاد للالتهابات، مما يعني أنه يقلل التورم. قد يكون ذلك مفيداً بشكل خاص في علاج أعراض كل من الالتهاب المفاصل الروماتويد أو الروماتيزم والتهاب المفاصل العظمي. قد تشعر بالراحة من الألم والتورم إما عن طريق تناول الزنجبيل عن طريق الفم أو باستخدام كمامة كمادة الزنجبيل أو الرقعة على جلدك. خامسا، يحد من نمو السرطان. تشير بعض الدراسات إلى أن الجزيئات النشيطة بيولوجيا في الزنجبيل قد تبطئ نمو بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم والمعدة والمبيض والكبد والجلد والثدي والبروستات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث العلمي لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحا. سادسا، يخفض سكر الدم. اقترحت إحدى الدراسات الصغيرة الحديثة أن الزنجبيل قد يساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أفضل. هناك حاجة لدراسة أكبر لمعرفة ما إذا كان الزنجبيل قد يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم. سابعاً، يخفف آلام الدورة الشهرية. هل تعانين من تقلصات الدورة الشهرية؟ في بعض الدراسات شعرت نساء اللواتي تناولن 1500 ميلي جرام من مسحوق الزنجبيل مرة واحدة يوميا لمدة 3 أيام خلال الدورة بألم أقل من النساء اللواتي لم يتناولن ذلك. الزنجبيل الزنجبيل يحمي من الأمراض لأنه مليء بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تمنع الإجهاد والتلف الحمض النووي للجسم. قد تساعد جسمك على محاربة الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئتين، بالإضافة إلى تعزيز الشيخوخة. عاشرا، يخفف من عسر الهضم. إذا كنت تعيش مع عسر الهضم المزمن، يمكن أن يجلب الزنجبيل بعض الراحة. الزنجبيل قبل الوجبات قد يجعل نظامك يفرغ بشكل أسرع، مما يترك وقتا أقل للطعام للجلوس ويسبب المشاكل. أتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم. لا تبخلوا علي بالإعجاب والمشاركة في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.